مشاهدي قناة شوف تي في، مرحبا بكم في هذا البث المباشر من مدينة الدار البيضاء، بالضبط من المدينة القديمة. حنا الآن كنتواجدو مع هذا السيد هذا اللي كيبلغ من العمر 43 سنة، معاق كيمشي غير في الكروسة ديال المعاقين. توفات ليه الأم ديالو اللي كانت مقابلاه الله يرحمها، عنده مرض في رجليه ما كيقدرش يزيد. هاد اسمع ليا الله يحفظك، ما بقاش كيزيد على رجليه، خدام غير غارديان هنا في المدينه، كلشي كيعرفو، خاص اللي يديه وخاص اللي يجيبو باش يمشي يخدم باش يلقى ما يصرف على راسو. كيسكن غير في هاد البيش هذا، هانتوما كتشوفو كانت كينعسو الام ديالو هنايا، كين توفات الله يرحمها. هو دابا مقعد في الفراش ما كيتحركش، كيمشي غير في هاد الكروسه هادي، كيدفعوه غير ولاد الدرب، يعني خاص اللي يديه ويجيبو باش يخدم على راسو. هاد السيد هذا صديق ديالو لمده ديال 11 سنه، كان في تركيا، منين رجع غبا عليه واحد 3 سنين، منين رجع عنده لقاه في هاد الحاله هادي تشوكا، يعني صديق ديالو وبقى فيه. غنخليكم مع الصديق ديالو غيعاود لينا المعاناه اللي كيعاني منها خونا عادل. السلام عليكم خويا. السلام عليكم اخويا. خويا قد لينا الحاله ديال عادل. خويا كما قلت للمشاهدين الكرام بلي هاد السيد هذا تنعرفو شحال من سنه هادي، وكنعرفو كان واحد الفتره كاع كان في الوضعيه اللي فيها دابا، ولكن ماشي لهاد الدرجه هادي وماشي في هاد الحاله الصحيه. يعني كان كيقدر يتمشى بالكروسه راسو ويمشي يجي كيخدم على راسو، كيوصل الوقت كيجي للدار، الوالده ديالو كانت كتعاونو، المهم كان بخير. ولكن من بعد هاد الفتره هادي اللي غبرت عليها انا وجيت لقيت الحاله ديالو تزادت كثر وكثر، لا من الحاله النفسيه ولا من الحاله الصحيه، لا من الحاله الماديه، يعني تدهورت الحاله ديالو كاع 160 درجه من كاع لي كوطي. قلت لي ان السيد خدام غير غارديان. خويا غارديان في حدا المحكمه الاداريه تما، عنده البلاصه ديالو كيخدم، وسيرتو مع الجائحه اللي كانت نزلات الله يعافينا الجميع ان شاء الله. الخدمه قلالت ومسكين، يعني يا دوب كيجيب القوت ديالو اليومي ويا ترى. كيجيب القوت ديالو. يعني عنده غير قلت لي باركينغ فيه 4 ديال البلايص. 4 ديال البلايص اش مسكين باش عايش منهم باش كيترزق الله. يعني كانت عند الام ديالو هي كانت مقابله. الله يرحمه. الله يولاه برحمته الله الحاج الله يرحمها، كنعرفها، كنت ديما انا كنجي عنده انا وياه، كنجي لهنايا، كانت الله يرحمها كتستقبلنا هنايا، الله يعمرها دار مسكينه، وكانت هي اللي كتقابلو، هي اللي كتوجد ليه الماكله، هي اللي كلشي. دابا حاليا كما تشوف انت دابا، هو دابا مثلا جا من الخدمه ما كيلقاش حتى دابا باش يصاوب ما ياكل، ما يقدرش يصاوب هو ما ياكل، يعني الا ما شرا الساندويش برا جابو معاه ما يقدرش ياكل. غير الناس اللي كيدفعوا. والناس اللي كيدفعوا هذه مشكله اخرى عاوتاني، مثلا في الصباح الا ما لقاش في الصباح شي واحد دايز اللي غادي يدي للخدمه كيلقى مشكل، كيفاش غادي ينزل باش يركب في الكروسه باش يمشي للخدمه ديالو. وفي العشيه كذلك ومثال، والحمد لله في العشيه كاين واحد السيد الله يجازيه بخير شفتو مشى قبيله، هذاك يوميا تقريبا كيجي كيدي من الخدمه كيجيبو لهنايا. يعني الحاله ديالو مأساويه. يعني جد جد مأساويه بكل صراحه، يعني وكنتأسف والله العظيم، يعني انا بحكم المعرفه ديالي لهذا السيد هذا قسما بالله العظيم، يعني كنمشي للخدمه ديالو والله العظيم الى ابسط حاجه، يعني المشاش كيتجمعوا عليه. علاش؟ رغم الظروف القاسيه اللي كيعيشها ضروري كيحسب من الجيب ديالو واحد القدر يومي كيخلصوا على المشيشات، واخا يجيب لهم سيطره الحليب ولا يشري لهم 10 دراهم ديال الحوت ويعطيهم ما ياكل، رغم انه هو محتاج لها ودايزه فيه. يعني هذا السيد هذا ما كيستحقش هذه المأساة اللي كيعاني منها، سواء صحيا، عايش في هذا البيت راك شتي جوج متر على جوج متر، يعني ما يعني كاريه كيخلص ليه الكرا ديالو. يعني احيانا الى كيضطر انه يخلص الكرا مثلا شويه بشويه كل نهار باش انه يوفي فراش الشهر، كتجي الايجار ديال الشهر كيجي غالي.
انه باش يدفعوا مره واحده. الله يحسن العون. يعني كتلقى انسان عنده واحد المدخول قار ولا عنده الكره تابعه كيلقى فيه مشكل، فما بالك واحد الانسان اللي مسكين كيخرج في الله طالب معاشه يا يجيب يا ما يجيبش. النمره ديالك هذه الحق انا اللي غتكلف بها. اي اخويا انايا انتصار ولا جا شي حاجه. اي اخويا انا كناش صراحه الناس اصحاب القلوب الرحيمه، يعني انا بحكم انايا الصداقه اللي بيني وبين السيد ما بغيتش نشوفوك. انا الله اللي عالم انا بالظروف ديالي يعني، ولكن انا قادر نخدم قادر بزاف ديال الحوايج يعني. كنشوف هو الوضع ديالو المادي اللي صعيب، كنتمنى الناس يعاونوه، وانا اللي عليا واخا نعرف نفتح له حساب بالاسم ديالو ونعطي لوريب للناس اللي غادي يتواصلوا معايا، واللي قسم الله يعاونه بشي حاجه ولا سكن. ها نتوما كتشوفوا الوضعيه ان هذا ماشي ما يلاقش سكن بواحد الانسان اللي مريض، يعني ماشي هذا الجو هذا ماشي ديال واحد مريض. هذا الشيء اللي بغيت نناشد به الناس. نحاولوا ناخذوا من عند هويا. اي اخويا هاك اخويا عادي. السلام عليكم خويا عادي. السلام عليكم. كي داير اخويا بخير؟ كلشي الحمد لله بارك الله. الله يحفظك. الله يحفظك خويا عادي. خويا عادي عادي يلعب دور ربي تخدم المحكمه. لا اله الا الله محمد رسول الله. شحال عندك من عام؟ عادي 43 عام. امتى مرضت خويا؟ مرضت من شحال هذيك، كنت في الطاكسي وكنت نوحل في الطاكسي، ومن بعد ريحت في الكروسه والكروسه دازت كملات عليا والحمد لله. وغادي تنتوعد في رجليا وفي يديا. شنو طرات في رجليك؟ بجوج يوم قلت وعدت فيهم يديا ورجليا. قول انا السبب ديالي مخطيناش شي حاجه. الام ديالك اللي كانت مقابلك مسكينه الله يرحمها ويرحم جميع المسلمين. يعني ملي كتشوف راسك وحداني بوحدك وكاين الله سبحانه وتعالى ما كاينش اللي يدفعك للبلاصه فين كتخدم؟ لا والو، معايا واحد الاخ ديالي هو اللي كيجي عندك واللي تيهزني من هنا تيعاوني. واخا هذاك الباركينغ اللي خدام فيه شحال كتصور فيه تقريبا في النهار؟ تقريبا باركين اخويا ما نكذبش عليك، باركين خاص المحكمة، واحد يعطيك واحد ما يعطيكش فعلا تطلب الصداقة. ونجيك الصراحة اخويا السي وتندير بعض المرات تاكلينك تنحطو في كرتونة تنكالي بيه السعرة مع الكليان. هاكا وستاد كلينيكس، هاكا وستاد كلينيكس. شحال كتصور؟ 40 درهم، 50 درهم، 60. كاين نهار اللي ما كتصور فيه والو؟ لا هذاك تصور هذيك 30 درهم، 40 درهم تصور. ملي كتخلص بالك راه كتخلص بالك. واش غادي دير لك؟ يلاه تاكل منها يلاه تعيش فيها. شناهي 30 درهم؟ ونطلبو من الله يغنينا من الفضل واحسانه ان شاء الله. علاش قبيله بغيتي الوضع ديالك يتبدل؟ بغيت ان شاء الله الوضع ديالي يتبدل من جهه الصحه. انا دابا عرفتي شنو معاتب عن الدواء، بغيت الدواء. عرفتي شنو خويا تنعس على الشناب ديالي ما خلينا دواء. الله يرحم لك يوالي، تنعس على الشناب ديالي. الشناب ديالي طابوليا ما تنعس على جنب واحد. مرت وليت متناعس، تناعس مور متناعس مري عايش مع الدب والحمد لله حق الله. ما لقيتيش اللي يكون بيك؟ ما لقيتش اللي يكون بيا من طبيعة الحال سي والله سبحانه وتعالى. خاص واش بغيت تقول للمغاربة اللي كيتفرجوا فيك اليوم على المباشر؟ المغاربة اللي تيتفرجوا فيا اليوم ويحن قلبهم وما يشوفهم شوفهم الحالي والله يخلصهم. يعني بغيتي انت حياتك تبدل؟ بغيتي ان شاء الله السكينه ديالي شي سكينه على قد الحال ونبدل الصحيحه نتداوى وتولي تمشي وان شاء الله ضروري الصحيحه. امنيه يا اخو. امنيه ديالي الصحيحه. واش بغيت تقول للناس اللي بصحتهم وما حامدينش؟ قسم الحمد لله بزاف الصراحه ولله. الصحه اهم حاجه هي الصحه. عمرك شتي شي جمعية جات عندك ولا شي واحد؟ يعني جات عندي واحد الجمعية ديال سميتها. باش تقول سميتها بلاش؟ جات عندك شنو تكلفات بيك؟ جات عندي ما دارو والو خويا، جاو هضرو معايا وصلوني حتى للخدمة
شافوا الخدمة ومشاو، ما داروا حتى شي حاجة، ما داروا حتى شي حاجة. انت بغيتي اليوم، ولكن علاش ما نقولش السمية ديالها، ما تذكرش الاسم ديالها، شنو علاش اليوم المغاربة؟ يعني انت بغيتي تبدل الوضع ديالك، بغيتي تعيش حياة، ولكن علاش الدعوة، بغيتي متفقش معاك، باش ما ديرش الدعايه للجمعيه، هادشي علاش؟ وعلاش ما كاينش؟ انت قلتي انت حيت دابا هذا هو المشكل، هو قلبه طيب من هذيك الشيء، حس صابي يا سير اخو الله يا شد اخو. كيفما سمعنا معنا مشاهدي قناة شوف كيف الحالة ديال عادل، ها كيفاش كيعاني، يعني الرقم ديال السيد اللي غادي يتكلف به هو 0702-74-77-44، كيعيش واحد الحالة مأساوية في هذا البيت هذا. نتمنوا من الناس المحسنين يتعاونوا معاه، يعني يحيدوه من هنا ويداويوه. السيد اللي غيتكلف به هو الصديق ديالو، صديق ديال 11 عام، هو اللي غادي يتكلف ليه بكل شيء. الرقم ديالو 0702-74-77-44. شكرا لكم مشاهدينا على حسن المتابعة، وإلى اللقاء.